أنا ما شايف هيك مطاي، قطعا أتحدث عن الشيعة يتابعون قناة القمر، يسمعون ما أطرحه في برامجي، فيذهبون إلى معممي النجف يسألونهم، يسألونهم صدق الطوس الشافعي؟ أدري هو أكو واحد يسأل الحرامي اللي باقي يقول له أنت بقتني لوين تظلون دماغ سزية؟ اسألوهم، اسمعوا منهم، هذا أمر جيد جدا، اسمعوا منهم واسمعوا مني، لا تقبلوا كلامهم ولا تقبلوا كلامي، ولكن دققوا في الأمر، دققوا في الأمر، عودوا إلى المصادر، حكموا عقولكم، سلوهم عن أدلتهم، أنا أبين أدلتي، سلوهم عن أدلتهم، قارنوا بين كلامهم وكلامي واعرفوا أين تضعون أقدامكم. أما ترحون تسألوهم تقولوا لهم هذا الغزي يقول الطوسي شافعي صدق هذا الكلام؟ هو أكو واحد يسأل الحرامي اللي بايقة يقول له أنت بقتني؟ وراح يقول لك الحرامي أنا بقتك. أنتم مطاية بشر، أنتم شنو؟ من يا صنف أنتم؟ سلوهم، خذوا كلامهم وسلوهم عن أدلتهم، وخذوا كلامي وأدلتي وحكموا عقولكم وعودوا إلى مصادرهم، وهم ما عندهم من مصادر، سيكذبون عليكم، وحينما تطالبونهم بالمصادر إما أن يزعقوا فيكم هذا كلام المرجعية، أنتم أفهم من المراجع؟ إيه المراجع مطاية، شو نسوي لهم؟ إذا المراجع مطاية شو نسوي لهم؟ هذا هو الواقع، هذا واقع الشيعة، هذا واقع الشيعة منذ سنة 448 وإلى هذه اللحظة. هذه لعنة الطوسي، هذه لعنة الطوسي.